بخلاف الشيخ ابن تيمية ومنهجه وتراثه، نجد التراث الشيعي نظريا وتطبيقا وسلوكا متفننا ومثقلا بتحريف القرآن في اللفظ والمعنى والترتيب والسياق. صاد، يبقى تفسير القمي منبعا وأصلا وشاهدا على مهازل بل مهالك تحريف القرآن، بالرغم من كثرة محاولات التدليس والتلبيس لتلميعه وتزويقه. ففي مقدمة التفسير قال القمي: القرآن منه ناسخ ومنه منسوخ، ومنه تقديم ومنه تأخير، ومنه حرف مكان حرف، ومنه محرف، ومنه على خلاف ما أنزل الله، ومنه مخاطب لقوم ومعناه لقوم آخرين، ومنه مخاطب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمعني أمته، ومنه مخاطبة الله عز وجل لأمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام وما ذكره الله من فضائلهم، ومنه رد على من أنكر الميثاق في الذرة. في الهامش، الميثاق العهد الذي أخذه الله تعالى من الناس أجمعين حال كونهم بصورة الذرار، لقوله: ألست بربكم ومحمد نبيكم وعلي إمامكم؟ قالوا: بلى. أما التقديم والتأخير فإن آية عدة النساء الناسخة قدمت على المنسوخة، لأن في التأليف قد تقدمت آية على آية، وكان يجب أولا أن تقرأ المنسوخة ثم الناسخة. أما ما هو حرف مكان حرف فقوله تعالى: إلا الذين ظلموا منهم، يعني ولا الذين ظلموا منهم، وقوله: إلا من ظلم، يعني ولا من ظلم. أما ما هو على خلاف ما أنزل الله فهو قوله تعالى: كنتم خير أمة، إنما نزلت كنتم خير أئمة، وقوله: واجعلنا للمتقين إماما، إنما نزلت واجعل لنا من المتقين إماما، وقوله: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إنما نزلت له معقبات من خلفه ورقيب من بين يديه يحفظونه بأمر الله، ومثله كثير. أما ما هو محرف منه فهو قوله: لكن الله يشهد بما أنزل إليك في علي كذا نزلت، وقوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، وقوله: إن الذين كفروا وظلموا آل محمد حقهم، وقوله: وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم، وقوله: ولو ترى إذ الظالمون آل محمد حقهم، ومنه كثير نذكره في مواضعه. أما ما هو مخاطب لقوم ومعناه لقوم آخرين فقوله: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن أنتم يا معشر أمة محمد في الأرض مرتين، فالمخاطب لبني إسرائيل والمعنى لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نحن ذاكرون جميع ما ذكرنا آية آية في أول الكتاب مع خبرها، ليستدل بها على غيرها ويعرف بها وعلم ما في الكتاب. إنما ذكرنا من الأبواب التي اختصرناها من الكتاب آية واحدة ليستدل بها على غيرها ويعرف معنى ما ذكرناه مما في الكتاب من العلم. في ذلك الذي ذكرناه كفاية لمن شرح الله صدره وقلبه للإسلام ومن عليه بدينه الذي ارتضاه. قال عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. المهندس الصرخي الحسني.